السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي مع وصفة جديدة في إطار التحضيرات الرمضانية. اليوم إن شاء الله غنحضروا مع بعض بريوات مالحين بلا ما نديروا لا حوت لا دجاج لا والو، غير بالطون فقط. غيعطينا مذاق رائع جدا جدا، كيجي ولداد وساهل في التحضير وكمية وفيرة، وطبعا كيتاحوا اقتصاديين. بقاو معايا نشوفوا مقادير وطريقة هاد البريوات. المكونات غنحتاجو البصل كمية لا بأس بها، أنا تقريبا درت جوج حبات كبارين، بصلة خضرية، وممكن طبعا تستعملوا البصلة العادية اللي كنقطعوها قطع صغيرة، جوج حبات من الفلفل، أنا استعملت الأحمر قطعته قطع صغيرة حتى هو، ممكن تستعملوا أي لون، علبة واحدة من الفطر المعلب، غادي نغسلوه مزيان ونقطعوه قطع صغيرة، عصير الحامض، علبتين من الطون بالزيت ونصفوه من بعد بالزيت ديالو عاد نضيفوه، معدنوس مفروم. غنحتاجو كذلك البودرة ديال الثوم أو الثوم المجفف، إذا ما عندكمش نستعملو الثوم العادي، قيمة هذا ديال الفصوص، فلفل أحمر، هريسة، ملح، خرقوم، بزار، وتوابل السمك بطبيعة الحال. غنحتاجو كذلك الشعرية ديال الأرز أو الشعرية الصينية، يعني كيجوني تعليقات بان الشعريه الصينيه ما مزياناش، يعني وليت كندير شعريه الارز، ما تخافوش منها نهائيا، وممكن طبعا تعملوا الصينيه نتوما والرغبه ديالكم. كنديروها في الماء غليان ونخليوها 5 دقائق تقريبا، كنصفيوهم داك الماء نخليوها تستقطر مزيان، ثم نقطعوها بمقص بهذا الشكل، نحصلوا على قطع اللي هي صغيره ونخليوها على جنب. نحتاجوا كذلك صلصه الصوجا وصويا صوص وزيت نباتية باش غنقليو هاد المكونات. قبل غادي نوضعو الزيت نخليوها تسخن واحد شوية، ثم نضيفو ليها البصل كما لاحظتو معايا، فأنا مقطعة قطع صغيرة بديك الطحانة ديال أو اللي كتفرم الخضر، ماشي كطحن غير كتفرم. ثم غادي نضيف حتى الفلفل الأحمر مقطعته هو رقيق، نحركو ونخليوه يتقلى غير شوية. كنضيفو الفطر المعلب، كيف قلت لكم كنغسلوه وكنصفيوه من الماء وكنقطعوه لقطع صغيره، الا ما توفر ليناش ممكن نعوضوه بالزيتون الاخضر اللي مقطع بطبيعه الحال شرائح، ونخليوه حتى الاخير، هو ما كيحتاجش نهائيا الطياب. صافي كنضيفوه بهذا الشكل ونخليوه حتى هو يتقلى مع البصل والفلفل حتى كيتقلاو مزيان. عاد كنضيفو التوابل، غنحتاجو كيف قلنا التوابل ديال السمك، من الاحسن تكون عندكم كتباع عند العطار او ممكن تجمعوها راسكم، كتجي زوينه وكتعطي مذاق ديال اللي كيكونوا في الاطباق ديال السمك. كنضيفو كذلك العصير ديال الحامض او نخليوه حتى الاخير، تقريبا ملعقه كبيره من صلصه الصوجة، هذه عندي ثقيله. غنحتاجو كذلك البودره ديال الثوم او الثوم المجفف، اذا استعملنا الثوم العادي نضيفوه في الاول مع البصل، يعني نقليوه مع البصله والفلفله من الاول، ثم هريسه، من الاحسن تجينا طيبه ديال الحروره هنايا مع الطون كتجي زوينه، القليل من التحميره ما غنكثرش لان درت فلفله حمراء في الاول، وملح على حسب الذوق، مره مره كنحرك باش ما تحرقليش العطريه ديالي. الخرقوم ممكن لما بغيتوش تستغناو عليه غير اللون فقط، وغادي نضيف كذلك الفلفل الاسود او الابزار، نحرك. نزيدو المعدنوس، ممكن تستعملو قزبر ومعدنوس، طبعا انا اكتفيت غير بالمعدنوس. غادي نحركو ونضيفو الشعريه ديال الروز او الشعريه الصينيه اللي تقطعات بعد ما استقطرات مزيان من الماء، غنحرك ونخليه واحد شويه حتى نحسو بها انسجمت مع التوابل مع البصل والفلفل وخدات المذاق ديالهم. عاد كنطفيو على الحشوه، وطبعا كنضيفو الطون، ما نخليوش يعني البوطه شعله ونديرو الطون، ونحاولو نفرتوه مزيان مع الحشوه ونخليوها على الجنب. نضيفو ليها الجبن المفروم، كنعتذر ما ذكرتوش مع المكونات، دائما كنضيفو حشوات بحال هكا باش كيكون كيعطي مذاق احسن. كنخلطو ونخليوها تبرد تماما، عاد نعمرو بها الورقه ديالنا. بالنسبه للورقه ندهنوها اما بالزيت بوحدو او بخليط الزيت والزبده او الزبده بوحدها، انا غادي نخلطهم، كنديروا كميه نخليوها تذوب مزيان حتى كتنشف شويه من الماء، ما خصش الماء يبقى فيها. عاد كنزيدوا لها كميه من الزيت ونخليوها على جنب،
وبالنسبه للورقه كنديروا الورقه البسطيله العاديه البلديه، وممكن البنات اللي كيسولوا دائما واش ممكن يستعملوا ورقه الفيلو، فطبعا ممكن تجي هي مقرمشه وزوينه خصوصا في الفران. غادي ناخذ غير الجهد ورشي الاخر ضروري ما نخليوه مغطي مزيان باش ما ينشفش لينا، ونبداو نخدمو جزء بجزء. كما لاحظتوا قسمتها على جوج، كتجي مزيانه في البريوه وكتجي طريقه اللي هي مختصره. كنوضعوا الورقه هكا، الحرشه تكون هي اللي من الفوق، وندهن بالخليط ديال الزبده والزيت، نوضع الحشو في الطرف بهذا الشكل هذا، ثم نقلب عليه الورقه. ندير لكم يعني بشويه مقطع الموالي، ونطوي عادي بحال اللي كنطوي البريوه، يعني كنتلتها، يعني طريقه سهله جدا. البريوات يعني بسرعه تيوجدوا بسرعه، وسهلين بزاف التحضير ديالهم. كنحاولوا نقادوها ونلصقوا بصفر البيض او بالخليط ديال الدقيق مع الماء اللي بغيتو، ونخليوهم على جنب، ونستمر بنفس الكيفيه. قلت لكم كندير الورقه كندهنها بخليط الزبده والزيت او الزيت بوحدها او الزبده بوحدها اللي بغيتو، وكنوضعوا الحشو في الجانب في الطرف، وكنبداو كنطويو عادي. كنطوي هاد الجهه، يعني الجهه الصغيره هي اللي كتطوى على الجهه الكبيره كما لاحظتوا معايا. ثم نجيب داك الطرف اللي طويل هو اللي كنقلبو للجهه الاخرى، وكتجيني ديك الساعه سهله. كنبقى غاده كندي ونجيب، كنديها للجهه اللي من لهيه، ونعاود نردها للجهه اللي من هنا، وانا كنقاد بيدي وكنستمر بنفس الكيفيه حتى نوصل للطرف. الا بان لي الطرف ما مقادش فكنحاولوا نقادوه بالمقص، كان هو هذا كنلصقوه فقط. صافي غادي نستمر هكذا حتى كنوصل للطرف، الى بان لي زايد كنقادوه، بان لي الطرف اللي هو قصير يعني وصغير نحشيه من التحت كما كتلاحظوه، ولصقوا باصفر بيض او بخليط الدقيق. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ، فيديو سابق البساط كيف قلنا درنا لهم الصطيبه لانهم بردوا وجمعناهم عادي. هاد المره ما غاش نطيبوهم، وانما كل بريوه نحاولوا نغلفوها بالبلاستيك الغذائي باش ما كيتلاصقوش مع بعضهم، وكنجمعوهم بالبلاستيكه ديال التجميد اللي غنوريها لكم دابا، وبزاف الاخوات سولوني عليها في فيديوهات سابقه. بصراحه هي حسن بزاف من البواطه، البواطه كتاخذ لينا البلاصه في المجمد، ماشي عمليه بحال هكا الميكا اولا البلاستيكه. كنجبدوها ونحيدو من هذاك الشهد اللي بغينا ونعاودو نسدوها. صافي غادي نستمر حتى كنغطيهم كاملين، غير شويه ديال البلاستيك ما كتهشش بزاف. ثم كنجمعهم في البلاستيك بحال هكا وحده 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 باش كيجيو منظمين، وكيف قلت لكم ما كياخذوش نهائيا البلاصه في المجمد. غنستمر بنفس الطريقه حتى نعمر البلاستيكه كامله، وحده كافيه كتهز لينا هاد الكميه، يعني وكنخليهم كنحطوهم في المجمد اون فوا كيجمدوا كيشدوا راسهم، وخا تحطي عليهم اللي حطيتي ما كيوقع عليهم حتى شي حاجه، تيبقاو كما هما. ملي كنبغيوهم فكنجبدوهم نحيدو لهم البلاستيك ونديروهم في صفيحة الفرن، اولا نقليوهم اللي بغيتو، ونطيبوهم عادي كما انهم عاد صوبوا الاول مره، ومن الاحسن مباشره ندخلوهم الفران ما نخليوهمش حتى كيدي كونجولا، وطبعا درجه الحراره تكون مرتفعه عاد نقصو. بالنسبه لهذا البلاستيك فهو كيف قلت لكم تيتسد وكيتحل بكل سهوله، كناخذوا الكميه اللي بغينا منه ونعاودو نسدوه، تبقى مزيان كما لاحظوا. هو كيتباع في مرجان، يعني كان كنشري من مرجان، ما عرفتش واش الاسواق الكبرى الاخرى فيها بحال اسيما او اسواق السلام ما عرفتش، وانما دائما كيكون هذا في مرجان، والجوده ديالو حتى هي زوينه.
كنتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، جربوها لانها كتستحق التجربه. كيف قلت لكم في الاول كيجيو لذاذ بزاف، كما لاحظتوا مكونات ليا بسيطه وسهلين بزاف بزاف في التحضير، واكيد غينفعوكم في رمضان ان شاء الله ونقي رمضان طبيعة الحال. شكرا جزيلا على المشاهده وعلى التشجيع، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله. عواشركم مبروكه.